السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شواط ريحانة كمال قدم لكم اليوم كيك بياغورت ديال الشوكولا وبودرة الكاكاو. كنحتاجو المقادير 4 حبات ديال البيض، عندنا رشة ديال الملح، عندنا علبة من الياغورت ديال الشوكولا اللي كيوزن 90 غرام، معلقة كبيرة من بودرة الكاكاو، 2 أكياس ديال الخميرة ديال الحلوى المجموع هو 14 غرام اللي هي البيكنج باودر. كنحتاجو الطحين حسب الخليط، انا خديت 2 كؤوس وغادي نشوف. كنحتاجو بالنسبة للعلبة الياغورت كنفرغها، كنعبر السكر والزيت. هذه هي العلبة ديال الياغورت، غناخد بها مقياس سكر سنيدة ومقياس زيت المائدة. كنحتاجو قالب دائري او حسب الشكل، انا خديت متوسط الحجم، دهنتو بالزبدة ورشيتو بالطحين. كناخد الخلاط، كنضع رشة ديال الملح، كنضيف السكر، وناخد مقياس السكر والزيت. نضيف البيض، بالنسبه للاخوات اللي كيسالون على المقادير باش كيكونوا الطريقه مكتوبه، انا كنزل دائما اسفل الفيديو الرابط ديال المدونه ديال الوصفه، كنزل فيه المقادير مكتوبه. كنخفق هاد المكونات كلها مع بعض حتى كنحصل على واحد الخليط ابيض، من بعد غادي نضيف الياغورت ديال الشوكولا. نفرغ الخليط نطحن، الكأس الأول نطحن، مع بودرة الكاكاو، ضروري مواد جافة تغربل. نخلطو، كتلاحظو الخليط مزال خفيف. بالنسبة للكأس الثاني غادي نضيف غير النصف، نضيفو الخميرة، هما 2 الأكياس. كنستمر في التحريك وأنا كنلاحظ بالنسبة للخليط واش مازال محتاج يطحن ولا لا. نضيف هاد الكمية، هذا هو القوام ديال الكيك كيف خصو يكون.
بالنسبة للقالب يمكن رشه أيضا بودرة الكاكاو اللي كتكون مرة، بعدين نفرغ الخليط ديال الكيك، نرفع يدي الفوق يمكن لكم تضيفوا القرقع اللي كيكون مهرمش لكم الاختيار. الفران كيكون متوسط درجة الحرارة، غادي ندخلها للفران. كيك بعد ما طاب هو هذا كيجي خفيف ورطب، كنحتاجو للتبدين 100 غرام ديال الشوكولا أسود كيكون مدوب، وشوكولا فيرميسيل، وعلبة ديال ياغورت شوكولا. غادي نديرها الشوكولات مدوب، نخلطو مزيان، كنحطو على هاد الشكل هذا بحال الكناش، وغادي نزن بيه الكيك. كندهن الوجه والجوانب، بعد ما دهنتها غادي نوزع فيرميسيل شوكولا على الجوانب. بهذه الطريقة حتى كنمسح كناخذ شوكولا اللي كيكون ابيض مذاب، كنوضعه في بوش ديال البلاستيك، نشكل خطوط رقيقه، ناخذ عود ديال الخشب وكنوضع زخرفه بحال ملفاي. ناخذ عود ديال الخشب وكنوضع زخرفة بحال ملفاي.